بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات تامة وسريعة عن حدادة السقف في الأسلاك. الحديد الإضافي يتم وضعه مع الشبكة وليس أعلاه للحفاظ على القطاع الخرساني. لاحظ يا باشمهندس، هنا ده الحديد الإضافي الموجود عند العمود في الشبكة العلوية. لاحظ هنا في حديد إضافي محطوط عند الأعمدة في الشبكة العلوية. شايف أدي السيخ ده، السيخ ده محطوط فوق الشبكة، وهو ده الخطأ. الصح إن هو يكون محطوط مع الشبكة وليس أعلى الشبكة. ليه؟ لان انا هنا هبقى محتاج خرسانه سمكها اعلى علشان اقدر اغطي سيخ الحديد عشان اقدر احط فوقيه غطاء خرساني. طيب لو سمك الغطاء الخرساني هنا فوق السيخ ده 2 سم، يبقى فوق السيخ اللي تحتيه دوت هيبقى 3 سم. يبقى انا كده زودت الخرسانه اللي انا بصبها. يبقى عشان كده انا محتاج ان انا احط سيخ الحديد دوت الاضافي يتحط مع الشبكه وليس اعلى. يعني وانا بحط سيخ الفرش احط معاه الاضافي بتاعه، وانا بحط الغطاء احط الاضافي بتاعه، وهكذا. يبقى الفرش مع الفرش والغطا مع الغطا، الفرش الاضافي مع الفرش بتاع الشبكه، الغطا بتاع الاضافي يتحط مع الغطا بتاع الشبكه، وهكذا. فرش مع فرش، غطا مع غطا، علشان لما احط الحديد العلوي فوق الشبكه يبقى انا بزود سمك الغطا خرساني على البلاطه، وده مخالف للتصميم ومش ده الصح. بشكر حضراتكم وبسالكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.